وللمزيد بشأن المساعدات والمواد الإغاثية التي تصل تباعا من العريش إلى معبر رفح في طريقها لقطاع غزة، ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، أرحب بك وأطلعنا على المشهد لديك وما يتعلق بالمساعدات ووصولها وأيضا اصطفافها أمام المعبر لتعبر إلى غزة. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه المساعدات تستمر في المرور من هنا من شوارع العريش ذهابا إلى معبر رفح المصري. كما ذكرتم، وصلت الطائرة 18 من دولة الكويت، وبالتزامن معها أيضا وصلت طائرة من السعودية، وتحركت هذه المساعدات إلى المخازن هنا في الهلال الأحمر المصري، وبعدها تحرك مباشرة إلى المعبر المصري. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، المساعدات الإنسانية لا تتوقف فقط على الجسر الجوي، ولكن أيضا المساعدات الأرضية والشاحنات الخاصة بالأغذية والمستلزمات الطبية، وتحديدا في هذه الفترة تم التركيز على شاحنات المياه نظرا لشح المياه هناك في قطاع غزة مع الأشقاء في فلسطين. فبالفعل تحركت اليوم شاحنات خاصة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهم 6 شاحنات تحركوا بالفعل، ووصل بعض منهم منذ قليل، بينما أنا أتحدث إليكم الآن مر بعضها من خلفي. هذه الشاحنات بالفعل تتحرك الآن نحو معبر رفح المصري محملة ب 150 طنا من المساعدات المتنوعة، ولكن التركيز الأول الآن على شاحنات المياه. وبالإضافة أيضا ل6 شاحنات الخاصة بالشركة المتحدة، هناك أيضا 15 شاحنة. هذه الشاحنات هم من حياة كريمة، أيضا محملين بالأغذية والمستلزمات الطبية، وأيضا أغلبهم محملين بشاحنات للمياه ليتم إيصالها إلى الأشقاء في فلسطين على أن تكمل طريقها إلى معبر رفح، وبعد ذلك من المفترض أن تدخل عبر بوابة معبر رفح إما الليلة أو صباح الغد. هذا بالإضافة أيضا لسيارات الإسعاف المتواجدة بالفعل أمام معبر رفح المصري إذانا في انتظار الإذن لدخول واستقبال المصابين من الأشقاء في فلسطين. وبالتزامن مع دخول هذه سيارات الإسعاف أيضا يخرج عدد كبير من مزدوجي الجنسية، وبالفعل خرج اليوم عدد آخر من مزدوجي الجنسية عبر بوابة معبر رفح المصري، واستقبلتهم سفارتهم ليتم إجلائهم إلى أوطانهم بعد ذلك. نعم كريم، هل هناك أنباء عن مساعدات أخرى ستصل إلى مطار العريش بالإضافة إلى ما ذكرت، أو قوافل أخرى من المنتظر أن تصل خلال الأيام القادمة؟ نعم بالطبع، الأنباء يعني كثيرة حول أنواع المساعدات المختلفة. المساعدات ستصل إما عن طريق مطار العريش الدولي كما ذكرتم، هناك جسر جوي من دولة الكويت، هناك جسر جوي من السعودية، هناك أيضا 29 دولة آخرين يقومون بإرسال المساعدات، و14 منظمة يقومون أيضا بإرسال المساعدات، منظمات أممية مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وهناك أيضا طائرات من دول مختلفة على وشك أن تصل إلى مطار العريش خلال الأيام القادمة. لكن بالتزامن مع وصول هذه الطائرات، هناك أيضا أنباء عن وصول سفن محملة بالمساعدات، إما ستكون محملة بمساعدات طبية ومستلزمات غذائية، أو ستكون هناك سفن عبارة عن مستشفيات ميدانية أو مستشفيات داخل هذه السفن لاستقبال الأشقاء. من المفترض الأنباء أنها تتحدث أنها ستصل إلى ميناء العريش أو ميناء آخر هناك في الجانب الآخر مع الأشقاء في فلسطين، أيضا إما لنقل المساعدات أو حتى لاستقبال المصابين. المساعدات أيضا ما زالت مستمرة عن طريق التحالف الوطني الذي يأتي بالمساعدات الأرضية التي تأتي من القاهرة والمحافظات الأخرى هنا إلى مدينة العريش لا تتوقف، حيث أن ما يقرب من 70 شاحنة تم تجهيزهم بالفعل أمام معبر رفح المصري ليتم عبورهم ليعبروا عبر بوابة معبر رفح المصرية وصولا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي قال أنه استلم بالفعل أكثر من 800 شاحنة حتى الآن، ومنهم ما يقرب من 7000 طن من المساعدات المصرية فقط. نعم كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العريش.